دكتور، الو، هنتكلم برضو في حاجة تانية من المشاكل مشهورة منتشرة جدا ما بين أطفال كتير، وهي الالتهابات المتكررة للوز. الأهل بيعانوا والولاد بيعانوا، لأنه لما بيبقى في طفل بيصاب بالتهابات متعددة أو متكررة في اللوز، هو طول الوقت هو عيان، يعني ما بين الدور والدور ما فيش 4 5 أيام ويعيا تاني. التهاب اللوز المتكرر، الناس تقول لك ما يعني ما ياخد مضاد حيوي. ما ينفعش ادي مضاد حيوي عمال على بطال كده كل شهر كل شهرين، ودي يجي له فشل كلوي في الاخر. بالظبط، يعني انت عندك مشكله بتحلها وتخلص. احنا لنا اعداد بقى، انت تكررت اللوز اكتر من 3 مرات 3 سنين ورا بعض، او 4 5 مرات سنتين ورا بعض، او 6 مرات سنه واحده مره واحده. يعني افرض انه يجي لي بقى له 3 6 اشهر كل يوم كل يوم كل شهر كل شهر كل شهر، خلاص بتتشال اللوز. او في ناس ما بيبقاش عنده لوز متكرره ولا حاجه، لكن بيتخنق اثناء النوم، اللي هم بيجي لهم شخير ويتخنقوا. دول الطفل يقول لك مامته تقول لي انا خايفه يتخنق مني، طول الليل ما بينامش، مخنوق على طول. ده حجم اللوز بيبقى ضخم وحجم اللحميه ضخم، يعني احنا شايلينه لمجرد ان حجمهم ضخم. فدي من العمليات اللي بتنجح جدا، والعيان ده يفتكرك بكل خير. بس ايه اللي يخلي بقى طفل اللوز عنده تكبر جدا او حجمها يكبر جدا؟ في بقى جزء وراثي، ما في حاجات كلها جينيتكس، يعني تركيبته الوراثيه كده. هو في واحد بيجي له سكر والتاني ما يجيلوش؟ هو كل واحد كل سكريات كتير هيجي له سكر؟ لا طبعا. في واحد عنده الجين بتاعه عمره ما هيجيله سكر، ده لو كل صينيه كنافه كل يوم مش هيجيله. واحد تاني لو كل حته جاتوه قد كده كل اسبوع يجيله السكر. هو الجينيتيكالي بقى كده، ان ده قابليه الوراثيه. يعني ده ليه علاقه بالوراثه؟ طبعا الطب كله وراثه. لا، لانه جت كده زي هوجه او موضه ان كل حد عنده طفل عنده 3 4 سنين يشوف موضوع اللوز ويشيلوا اللوز. ويعني لا، احنا انا متهيألي يعني يا دكتور، برضو عايز اسال حضرتك، اللوز دي ايه دورها الوظيفي؟ اللوز دي جهاز مناعي واقف عامل زي مصدات للدفاع كده عن الجسم، يمسك الميكروبات ويقفشها والجهاز الليمفاوي يتصرف معاها. طب انا ازاي اشيل جهاز بالاهميه والخطوره دي؟ لما هو نفسه يبقى مليان صديد، وهو اللي بقى بؤره صديديه. تعمل العيان سرعه ترشيح 62 و82 خلاص. العيان يقول لك وجع في المفاصل وفي كل حته في الجسم بدون مبرر، بدون مناسبه، غير مبرر. الم على طول، تعملي تحاليل يطلع عاليه، بيتخنق وهو نايم، التهابات متكرره للوز، مش هقعد اديله مضاد حيوي كل شهر. ما ينفعش. فدول بنضطر نشيلهم. هتقولي طب وبعدين؟ ما في في بقى نسيج تاني لمفاوي جنبيه، حتت صغيره كده بتقوم بالمهمه. يعني مش هو ده النسيج الليمفاوي الوحيد، ولا هو واللحميه، وما احنا عندنا 6 حاجات، دول 2 من 6. بس انا بقصد ايه، انه بما انه اللوز ليها اهميه ودور يعني كبير جدا كده، فما يبقاش في استسهال في ان احنا نشيل اللوز. يعني لازم نتاكد زي ما حضرتك قلت بالشروط دي انها بتنطبق على الطفل ده، فبالتالي الطفل ده لو عمل الجراحه دي هيستفيد، والطفل ده لو عمل الجراحه دي مش هيستفيد. طبعا هيخسر يعني. طبعا. لا طبعا. احنا الريكوردز اللي بيحصل ان احنا بنحط ريكورد، يعني العيان بيجي لي في الكارت بتاعه عندي في العياده، جالي التهاب 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 التهاب. يعني في طفل كتير يجي لي يعني سنه سنتين ونص ثلاثه، اقول له دي لوز قد كده، مش هعملها. ويجي لي بعد سنتين بعدها الاقي حاجتين كبرت. لا خلاص، يعني مضطرين.